بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في برنامج علم وعمل. العلم النافع يا أخوة ميراث النبوة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، ومن تعب في أول العلم يرتاح في آخرة ويرفع الله درجته في الدنيا والآخرة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. تأمل أن هذا الفقيه بيصلح أخطاء آلاف العباد ويرشدهم ويعلمهم العبادة بشكل صحيح. ليومنا هذه كم واحد استفاد من علم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا؟ إلى يومنا اللي استفادوا منهم صاروا ملايين مو بس آلاف. فعشان كذي العلماء درجتهم أعلى. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بسم الله الرحمن الرحيم. نعيش أيها الإخوة مع التعلم، وإذا ذكر التعلم فلنستحضر قوله تعالى: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. يقول العلماء: ما أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بطلب شيء إلا العلم، طلب الزيادة في العلم. ولنستحضر موسى عليه السلام ورحلته العجيبة وإصراره على التعلم: لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. أين همتنا أيها الإخوة الأكارم في طلب العلم، في التعلم؟ وقل رب زدني علما. الرسول عليه الصلاة والسلام يأمره ربه عز وجل بأن يطلب الزيادة في العلم. فلنكن هكذا، فلتكن هممنا في طلب العلم. ولذلك لا ينبغي أن نتوقف عند حد معين، منهمان لا يشبعان، طالب مال وطالب علم. فلنكن بهذا المستوى من الهمة العالية الرفيعة في طلب العلم. طالب العلم أجره عظيم، وقد وردت النصوص الشريفة لتؤكد هذا الأمر في أكثر من موضع، لأن ثمرة العلم العمل. وفقنا الله وإياكم للعمل بما تعلمنا. عظم الإسلام شأن العلم ورفع من قدره ومن شأنه، بل قرن الله عز وجل شهادة العلماء بشهادته سبحانه وتعالى. ومن عظيم النصوص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على شرف العلم وعلى عظيم قدره ما جاء في مسند الإمام أحمد وفي السنن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء
لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. هذا الحديث العظيم فيه نماذج من الفضائل لحملة العلم، حملة علم الشريعة ولغيرها من العلوم التي تحتاجها الأمة. الأول أن هذا العلم طريق يسلكه الإنسان إلى جنة الله سبحانه وتعالى ورضوانه، إلى جنة عظيمة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. والفضل الثاني أن من قصد العلم خالصا لله عز وجل ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى فإن الله ييسره له. والأمر الآخر أن الكائنات برها وبحرها وجوها يستغفرون أن يسألون الله عز وجل أن يرحم حامل العلم. حديث عظيم، احفظه وحفظ أبنائك وإخوانك وطلابك، عسى الله أن يوفقنا للعمل به. الحديث يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. والله فضل عظيم الكل يتمناه، الله يجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلقاكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.